السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنشرح لكم كيفية إعادة ضبط المصنع لهاتف سامسونج. U1205 تابعي معي الشرح حتى النهاية. إذا بعد تركيب البطارية سنقوم بتشغيل الهاتف. نقوم بالدخول إلى قائمة الإعدادات ثم ننزل إلى قائمة إعدادات ضبط المصنع ثم ندخل. إذا يعطيك خيارات إعادة ضبط المصنع إذا كنت تريد بعض الخيارات أو كل الخيارات. هنا نعلم على كافة الخيارات ثم نضغط على نعم ثم ندخل الكود. إذن قد تمت إعادة ضبط مصنع الهاتف من جديد. سترون أن إعدادات جميعها تغيرت، أصبح الهاتف فارغ من جميع الإعدادات والأوامر. إذا أردتم مزيد من هذه الفيديوهات إخوتي في الله اتركوا لي ذلك في التعليقات، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر لايك لنستمر في تقديم المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.